ماجد. إنه يوم مشمس ولطيف. بابا وجوج ينهون فطورهم. اليوم مناسب لجولة بالدراجات. جولة الدراجات. بابا وجوج يحبان جولات الدراجات. بابا لديها دراجة. جوج دراجته ثلاثية. الأم والأب دراجاتهما مزدوجة. ما هذا يا أبي؟ إنها دراجتنا. أنا أجلس بالأمام ومامي بيك تجلس بالخلف. ويمكننا وضع هذين المقعدين بالخلف لبيبا وجورج. لكننا نريد الذهاب معكم بدراجتنا. جورج ما زال صغيرا، قدمه ستتعبان جدا. لكنني فتاة كبيرة، لن أتعب أبدا. ستكون جولة طويلة بالدراجة، أمتأكدة؟ أجل يا أبي، متأكدة. حسناً، أنحن جاهزون؟ أجل دادي بيك. هيا لنذهب يا رفاق. أنا الفائزة. إنه ليس سباقاً بيبا، نحن فقط نتجول بالدراجة. أجل يا أبي، أنا ما زلت الفائزة. الآن نحن الفائزون. لا أحب القيادة صعودا. بابا لقد فزنا بالسباق. لا لم تفعل يا أبي، لأني لم أكن أسابق هذه المرة فعلا، لكن الآن أفعل. لن تلحقني. يا لك من طفلة مخادعة. أهلا يا بطاط، نحن نتجول بالدراجات. أهلا يا بطاط. هذا صندوق البريد. كنت أنسى كم أحب الدراجات. كنت أنسى كم أكره القيادة لأعلى الجبل. الأرض منحدرة بعض الشيء. لا أحب القيادة لأعلى الجبل، لكن انظروا للمنظر الجميل. يا إلهي، هذا عمل شاق. مامي بيج، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بابا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بابا هنا. مرحبا، سوف نتسابق بدراجاتنا. بابا، أتريدين التسابق أيضا؟ حسنا، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسنا. بابا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق. هكذا. بيدرو انطلق مبكرا. توقف يا بيدرو، السباق لم يبدأ بعد. آسف دادي بيك. كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا. آسف يا بيدرو، كانت غلطتي هذه المرة. عندما أطلق البوق ثانية انطلقوا. هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا. هيا يا بيبا. لكن يا أبي، أنت لم تطلق البوق. بيبا بيك. الكلب داني في المقدمة. انتظروني. أنا فزت. أحسنت يا بيبا. أجل، أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل. حان وقت رحيل أصدقاء بيبا. إلى اللقاء يا بيبا. وداعا. وقت رحيلنا أيضا يا بيبا. أمي، أنا متعبة جدا. كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جدا. أيمكنني ركوب دراجتكم؟ لكن أين سيجلس دادي بيك؟ أبي يمكنه ركوب دراجتي، إنها جميلة جدا. أوه حسنا. أحب العجلة المزدوجة. أبي أتعجبك دراجتي؟ أجل يا بيبا، إنها جميلة. بيبا بيك.